السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناة وصفة السكينة. اليوم غنقصر عليكم بسبوسة بكريمة الليمون والكراميل، كتجي رائعة وكتجي لذيذة بزاف. إلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وشاركوني اقتراحاتكم وآرائكم. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة، ضغطوا على زر الاشتراك أبوني أو سبسكرايب، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه لهاد البسبوسه غادي نحتاجو فيها 500 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، عندي جوج كيسان كبارين ديال الحليب او معي عادي 500 غرام، عندي كاس ديال الكوك او جوز الهند، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، بيضه، جوج خمارات وفاني. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نخلطو النوانشيف. خديت هنايا السميده زدت عليها شويه الملحه، وغادي نوضعو الكوك، كاس ديال الكوك، وغادي نوضعو الخميرة، والفاني ساشي فاني، وكاس ديال السكر سنيدة. غادي نخلطوهم مع بعض، غير بإيدنا بحال هكا. دابا غادي نضيفو الزيت بشويه بشويه باش غادي نبسبسو هاد السميده هادي. كاس اللي استعملت غير صغير ديال الزيت، كنخدمو غير صبعنا بحال هكايا، مكنبقاوش نعجنو فيها، غير يتبسبس لينا الخليط. صافي دابا بعد ما كنبسبسو البسبوسة ديالتنا بشوية ديال الزيت، صافي دابا غادي نضيفو الحليب ديالنا مع الخلط. نزيدو الكاس الثاني، ودابا غادي نضيفو هذيك البيضه اللي بقات لينا. صافي غادي نخلطو مع الخليط ديالنا مع بعض حتى كيندمج. بعد ما تنخدمو الخليط ديالنا جيدا حتى كيندمجو العناصر مع بعض، دابا غادي ناخذ المول ديالي اللي دهنته. خديت هذا المول، هذا مول عجيب، ودهنته بالزبده ورشيته بالسميده الرقيقه، بالسميده حتى هويا. ودابا غادي نصب فيه الخليط كامل، وغادي ندخلوه الفران اللي كنكونوا مسخنينه من قبل حتى كطيب، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما كنخرجوا الكيك ديالنا من الفران كنخليوها تبرد شويه، وغادي نوضعوها مباشره في طبق التقديم. صافي كنوضعوها في حلاكايا. ندوزو دابا لطريقه تحضير الكريم.
بالنسبه للكريمه ديال البرتقال اللي غادي نستعملوا في الكيك ديالنا، غادي نحتاجوا لجوج كيسان كبار او ما يعادل 500 غرام ديال عصير البرتقال، 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وجوج معالق كبارين ديال النشا، وجوج فلون كاراميل. غادي ناخذ عصير البرتقال 500 غرام، غادي نوضع معاه السكر سنيده، وغادي نوضع النشا، جوج معالق كبار، غادي نخلطو بحال هكايا حتى كيندمج. صافي دابا بعد ما دابت لينا النشا غادي نضيفو الفلون، جوج ساشيات فلون كراميل، وغادي نوضعو الكل على نار مهيله، ونزيد ساشيات تانية، وغادي نخلطو مزيان، نوضعوهم فوق النار حتى كيبدا كيعقد لينا الخليط ونزلو الكريمه ديالتنا. بعد ما كتبدا كتعقد كنزولوها من على النار ونبردوها غير شويه، وغادي نصبوها فوق الكيك ديالنا. هاد الكريمه كتجي رائعه بزاف بزاف. صافي بعد ما كيدفى لينا الخليط غادي نجيبو غادي نصبو فوق الكيك ديالتنا مباشرة. الشكل النهائي ديال البسبوسة ديالتنا بعد ما كنوضعو الكريمة، هنايا زينتها بخطوط ديال الشوكولاتة، وفي الجناب دهنتها بالناباج وزينتها بلوز إيفيلي. فبالنسبة للتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق ديالكم، كنتمنى أنكم تجربوها وأكيد تلقى استحسانكم إن شاء الله. ما تنساوش دعموا القناة بلي لايك وبلي بارطاج، وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة جديدة من وصفات سكينة.